بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عادل يقول: أنا من المبتدئين في طلب العلم، وأحب القراءة الحقيقة في كتب الفقه وكتب العقيدة، وأرجع إلى العلماء في قراءتها للاستزادة منهم، وتشدني هذه الكتب القيمة، ومنها كتب العقيدة الطحاوية ومنها كتاب العقيدة الطحاوية، فما توجيهكم لي في هذا الكتاب، وما هي الكتب المشار إليها في مثل هذا العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جعل فيك محبة لطلب العلم، ووفقك لتلقي العلم عن العلماء، ومن الكتب التي أشرت إليها التي هي الكتب الصحيحة، كتب أهل السنة والجماعة، فأنت أحسنت الاختيار، فنرجو الله أن يوفقك لطلب العلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه الكتب التي ذكرتها هي على عقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله. والسؤال عن كتاب العقيدة الطحاوية. نعم، ذكرنا أنه على منهج السلف. نعم. طيب، أيضا فقرته الثانية يقول: ما رأيكم الشيخ في كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، وذلك بأنني أقرأ على الجماعة في أيام رمضان بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ما رأيكم في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب في الجملة جيد وفيه وعظ مؤثر، ولكن قد يكون فيه بعض الحكايات الصوفية التي لو تجنبها المؤلف رحمه الله لكان أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة، عن أولها عن الاعتداء في الدعاء، وما مثاله؟ الاعتداء في الدعاء أن يدعو على شخص لا يستحق، أن يدعو عليه بالنار أو باللعنة أو بالعقوبة وهو لا يستحق ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بشيء لا يصلح له، كأن يسأل منازل الأنبياء أو أن يجعله الله نبيا، فهذا لا يصلح له. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو على ولده، على قد يصادف زمن، قد يصادف وقت إجابة فاستجاب دعوته، يتجنب هذا من الاعتداء في الدعاء. وكذلك من الاعتداء بالدعاء أن يدعو بدعاء غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير موافق للشرع، فعليه أن يدعو بالأدعية من الكتاب والسنة أو ما يوافق الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أقوم أو أؤدي عمرة عن والدي المتوفى بعد أن أقوم بعمرة لنفسي مباشرة في نفس اليوم؟ يجوز، ولكن هذا ليس أحسن. العمرة المتقاربة لا سيما في يوم واحد ليس أحسن، فإذا اعتمر بعد كل فترة يكون هذا أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بأسامة ألف ألف يقول: هل يشفع الأب الصالح لأولاده، ومن هم الذين يشفعون، وكيف تكون الشفاعة؟ الشفاعة حق، تكون الشفاعة
وهي الدعاء للغير. الشفاعة هي الدعاء للغير، فالشفاعة من الصالحين لغيرهم من المذنبين، سواء في الدنيا في الدعاء أو في الآخرة بأن يخرجهم الله من النار إذا كانوا من عصاة الموحدين وليسوا من المشركين، إن الله ينفع بها. والوالد الصالح أيضا يشفع ويدعو لولده ففي الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الأطفال الذين ماتوا صغارا وهم الأفراط يشفعون لآبائهم يوم القيامة. نعم. يقول الشيخ السائل في فقرته الثانية: ما حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين لا تجوز، لأن الاستغاثة نوع من العبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كغفران الذنوب والتوفيق للتوبة وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار، هذا لا يقدر عليه إلا الله، والشفاء من المرض أو جلب الرزق، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فلا يستغاث بالمخلوق لطلب هذه الأشياء لأنه لا يقدر عليها. وكذلك الاستغاثة بالغائب لا تجوز، لأنه لا يسمع دعاءك ولا يقدر على إجابتك. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهو استعان بموسى في أن يقمع عنه عدوه، وموسى يقدر على ذلك، هذه استغاثة جائزة. ولكن الأولى أن لا يتلفظ بهذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقالوا: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فهذا فيه سد الطرق المفضية إلى الشرك وسد الغلو الذي يفضي إلى الشرك. وكل ما ابتعد الإنسان عن هذه اللفظة حتى مع من هو حي قادر فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ صبري مقيم بالدمام يقول: هل يؤخذ بالرؤى في المنامات؟ وإذا شاهد المسلم ما يفزعه من هذه الرؤى ماذا يعمل؟ الرؤى لا يؤسس عليها حكم شرعي، لأن الحكم إنما يؤسس على الدليل من الكتاب والسنة، ولا يحدث أحكام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب رؤيا. ولكن الرؤى قد تكون أضغاث أحلام وحديث نفس ليست شيئا، قد تكون من الشيطان ليؤذي الإنسان فلا يهتم الإنسان بها، بل يستعيذ بالله من الشيطان وأن لا تضره هذه الرؤيا ولا يذكرها للناس. والثالثة الرؤيا التي تكون رؤيا حق وهي على يد الملك، فهذه بشرى للمؤمن، هذه بشرى للمؤمن. فإذا رأى شيئا يسره فليخبر به، فليخبر به ويسأل عن تأويله، لأنها رؤيا خير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما السنة يا شيخ أيضا في التعزية، وهل تكفي التعزية في التليفون، ومتى تبدأ التعزية؟ التعزية تبدأ من وفاة الميت، من خروج روحه، تستمر إلى 3 أيام، لأنه بعد 3 ينسون المصيبة فلا تجددها عليهم. والتعزية تكون بالدعاء، الدعاء للميت للمغفرة إذا كان مسلما، والدعاء للحي بجبر المصيبة، تقول: جبر الله مصيبتك وغفر لميتك. فتكون بالمشافهة، تكون بالكتابة، تكون بالتلفون أو بالجوال،
يكفي هذا، تكون باللقاء إذا لقيته تسلم عليه وتعزيه. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن التهنئة في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك إذا كانت عبر بطاقات، هل تفي بالغرض أم لا بد من السلام؟ رسالة، البطاقة بمثابة رسالة فلا بأس بذلك، والتهنئة بالعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى لا بأس بها، وإن كان ليس لها دليل من السنة، لكن الإمام أحمد يقول أنا لا أبدأ بها، ولكن من بدأني بها رددت عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت مصرية ومقيمة بالطائف تسأل عن التقوى يا شيخ، تقول هل هي مرتبة واحدة أم مراتب، وما حقيقة التقوى؟ حقيقة التقوى فعل أوامر الله وترك نواهيه، سميت التقوى لأنها تقي الإنسان من غضب الله ومن النار، وحقيقتها فعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عنه، هذه هي التقوى، وهي مراتب. بعض الناس أقوى تقوى من بعض على حسب إيمانهم، حسب أعمالهم، فهي تتفاضل بلا شك. ويجب على المسلم أن يتقي الله دائما في أي مكان وفي أي زمان، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، قد أمر الله بها نبيه، قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، وأمر بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمر بها عموم الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى مهمة وعظيمة، وهي أن يتخذ المسلم وقاية تقيه من عذاب الله وغضبه، وذلك بطاعة الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة لها أيضا فقرة أخرى في هذا الموضوع، تسأل وتقول تسألوا أهل الذكر ما المراد بالذكر هنا، وهل كل إنسان يسأل يسمى من أهل الذكر؟ مراد بأهل الذكر أهل العلم، فلا يسأل إلا أهل العلم، أما الجهال فإنهم لا يسألون، إنما يسأل العلماء الذين يعرفون الأحكام الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل صالح محمد يقول ما نصيحة الشيخ حفظه الله في هذا البرنامج لطالب العلم أن يشتغل به، وبماذا توجهونه مأجورين من حيث حلق العلم والتردد على العلماء؟ نوصيه بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم، وليطلبه من مضانه، إما في دراسة نظامية في المدارس والمعاهد والكليات، وإما بالحلقات العلم في المساجد، لكن لا بد أن يكون الذي يتولى الحلقة ويدرس فيها من العلماء الموثوقين بعلمهم، الموثوقين في علمهم وعقيدتهم، ولا بد أن يكون طلب العلم من الكتب الموثوقة الموافقة للكتاب والسنة. نعم. ميم سين الحكمي المدينة تقول ما حكم نزول المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها وبدون محرم؟ المرأة لا تحتاج إلى المحرم، المحرم إنما هو في السفر، لا تحتاج إلى المحرم في الخروج إلى السوق، إلا إن كان هذا من باب الحيطة، وأن وجود المحرم معها يدفع عنها الأشرار والفساق ويراقبها، هذا شيء طيب، هذه مراقبة وقوامة، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، هذه قوامة على المرأة، وفيها خير لها وصيانة لها. أما خروجها من بيت زوجها من غير إذن فلا يجوز، لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. نعم. جزاكم الله خيرا. علي العبد الله له مجموعة من الأسئلة في هذا البرنامج، يقول شيخ صالح هل على معدات مغسلة الملابس زكاة، ومن أين تبدأ؟ الزكاة لا تبدأ، لا تجب في الآليات والمكاين والمحلات والآلات التي يستعملها الإنسان لطلب الرزق، إنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من خلال المغسلة أو غيرها، فإذا حصل على دراهم من هذه المؤسسة أو من هذه المغسلة أو غيرها، إذا حصل على دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب
إنها تجب فيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. فقرته الثانية فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من به حدث دائم، هل يصح أن يكون إمام في المسجد؟ لا يصح أن يكون إماما إلا بمن هو مثله، بمن حدثه دائم. أما السليم فلا يأتم بمن حدثه دائم. نعم. الأصم والأبكم يا شيخ يقول: هل هو مكلف مثل غيره من المسلمين؟ إذا كان عاقلا فهو مكلف، ليس التكليف منوطا بالسمع والبصر، إنما هو منوط بالعقل. إذا كان عاقلا فإنه مكلف، تجب عليه الفرائض ويجب عليه ترك المحرمات، ويتلقى هذا بالإشارة، تلقى هذا بالإشارة واتباع المؤمنين والكون مع المؤمنين، يصلي معهم ويعبد الله معهم. نعم. والغالب أن هذا يكون أذكى من السميع البصير، أذكى من السميع البصير، لأن الله يعوضه ويعطيه ما به يدرك الأمور، ويكون أحلق من أهل السمع والبصر. واليوم الحمد لله وجد تعليم الصم، تعليم البكم، وجد مؤسسات تعليم، ووجد أناس يفهمون الإشارة التي تفهم، الحمد لله الأمور ميسرة. نعم. يقول الشيخ: أسمع عن لباس الشهرة، ما هو لباس الشهرة وما حكمه، وما حكم من اتخذ هذا اللباس؟ لباس الشهرة هو اللباس المخالف لما عليه أهل البلد، فإذا كان أهل البلد على لباس شرعي ليس فيه محرم، فلا يجوز الإنسان أن يخالفهم ويلبس لباسا مخالفا لما هم عليه من اللباس المشروع، لأن هذا يشهر به ويجعله محط الأنظار، هذا هو لباس الشهرة ولا يجوز. نعم. يقول في آخر فقراته: المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المؤتم؟ وإذا قال مثله ما الحكم؟ هذا جاء في الحديث: إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فلا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، وإذا قالها فلا حرج عليه، صلاته صحيحة. أخيرا يسأل الأخ حمدي عن معنى آية كريمة في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ما معنى الاستواء هنا؟ معناه الركوب، معناه الركوب على الفلك وهي السفن، والأنعام وهي الإبل والخيل والحمير التي تركب، فإذا ركب على ظهر المركوب وارتفع عليه فإنه يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى وينزهه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لسنا مطيقين له لولا أن الله سخره لنا. الله سخر لك الجمل وهو أقوى منك، سخر لك الحصان وهو أقوى منك، سخر لك الفلك وهي المركبة الكبيرة، السيارة سخرها لك وهي أقوى منك، فهذا من ما كنا له مقرنين، الله ذللها. نعم. أحسن الله إليكم. يا ميم نون يقول: أنا أبعد عن مكة المكرمة حوالي 30 كيلومتر، وأريد العمرة، من أين يكون إحرامي، وهل هو من محل إقامتي أم من أين؟ من كان منزله دون الميقات الموالي له فإنه يحرم من مكانه، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من مكانه. نعم. هذا السائل عبد العزيز يقول: الإسلام يا شيخ أباح نوعا من الحسد، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما، فما شرح الحديث؟ شرحه واضح، أن الحسد الذي أريد به الغبطة هو جائز، لأن معناه رغبة في الخير، وأنك تتمنى أن تكون مثل هذا الذي أنعم الله عليه تعمل مثل عمله، إذا رأيت من يتصدق وأنت فقير تمنيت أن تكون غنيا من أجل أن تتصدق، إذا رأيت عالما يعمل بعلمه فإنك تتمنى أن تكون مثله رغبة في الخير، فهذا من الغبطة، لأنه يدل على محبة الخير. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد المذموم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو تمني زوال النعمة على من أنعم الله عليه،
وأنك ترى أنه لا يستحقها، فتعترض على الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره وتدبيره. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه الأخت سارة عبد الله تقول: ما الفرق بين الحيض والمحيض؟ هل هو بمعنى واحد؟ الحيض هو الدم الذي يخرج على صفة مخصوصة في وقته، وأما المحيض فهو محل خروج الحيض وهو الفرج، محل خروج الحيض، ولا تقربوهن في المحيض يعني في الفرج. نعم. لها فقرة أخرى تسأل عن الفرق بين الخلع والطلاق. الخلع يكون بالفصف على عوض، الخلع هو الفصف على عوض، ولا يتلفظ فيه بالطلاق، وإنما يقول فسختها مثلا. أما الطلاق فالمراد به التلفظ بالطلاق، يقول طلقتها هي طالق وما أشبه ذلك. نعم. السائل إبراهيم عبد الله يسأل عن حكم هجر المسلم فوق 3 أيام دون سبب شرعي، ومتى يكون الهجر وهل له ضوابط؟ الهجر في اللغة هو الترك، وهجر الشخص معناه ترك مكالمته وترك الجلوس معه وغير ذلك من الارتباطات، وهذا لا يجوز بين المسلمين إذا كان بينهم شو تفاهم فلا يجوز، والأولى أن لا يحصل شيء من ذلك، لكن إذا كان ولا بد لتفريغ ما في النفس فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن به في حدود 3 أيام، فقال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. أما إذا كان الهجر لمعصية الله عز وجل حتى يرتدع فإنه لا يتحدد ب3 أيام، بل يهجره حتى يتوب ويترك المعصية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت الله التي رمزت لاسمها بهذا الرمز من الرياض تقول: إذا كان الزوج والعياذ بالله يتعاطى المسكرات وكل شيء ولا يهتم بالصلاة ولا ينفق على أولاده ودائم السب والشتم وعاطل عن العمل وكثير المشاكل مع جيرانه، سؤالي للشيخ سلمه الله: ما موقف المرأة من هذا الزوج حيال ذلك؟ هذا الزوج زوج سيء، لكن ما دام أنه يصلي ولكن عنده تعديات فإنها تصبر عليه بحكم أنها زوجته ولها أولاد منه، ولأن تبقى العشرة، ولعل الله أن يهديه في المستقبل مع مناصحته والتكرار عليه. أما إذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا فلا يجوز لها أن تبقى معه، بل تطالب بالفراق منه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت آمال تسأل عن النياحة على الميت، ما حكمها وهل يدخل الصراخ والعويل والبكاء الشديد بذلك؟ النياحة هي رفع الصوت، هي رفع الصوت على التحسر على الميت، كان يقول ومصيبته وعضداه ورأسه وكذا وظهره، يقصد الميت، هذا من الجزع، يكون بالقول ويكون أيضا بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، لأن النياحة تدل على سخط القدر وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أمور الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. نعم. لها فقرة أخرى تسأل عن حكم حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي. لا يجوز هذا، لا بد أن يعطى كل وارث حقه الذي فرضه الله له، لأن الله لما شرع الفرائض وبينها في كتابه قال: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله ادخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها. فالتعدي في المواريث وحرمان الوارثين أو بعضهم هذا من تعدي حدود الله وعليه الوعيد الشديد. نعم. أبو ناصر له سؤال لفضيلة الشيخ يقول: عند متابعتنا أو عند دخولنا إلى المقابر نشاهد أولئك الذين يمشون على القبور فيها ولا يراعون هذه الحرمات، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ هذا معصية وظلم الموتى، ولا يسعكم أن تسكتوا، لا بد أن تنهوا عن ذلك، تنهوا هؤلاء عن المشي
على القبور والدوس على القبور، لأن حرمة المسلمين ميتا كحرمته حيا. لو أنك وطئت على إنسان حي، وطئت على رأسه أو على رقبته أو على صدره، ألا يكون هذا محرما ومؤذيا؟ كذلك الميت له حرمته، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم. أخيرا يسأل عن حديث أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. نعم، لا يستتر من بوله، يعني لا يبتعد عن أذى عن رشاش البول ويتحفظ منه، كما في الرواية الأخرى لا يستنزه من البول ولا يتوقاه. فالبول قد يكون له رشاش، ولا بعض الناس يتساهل فيه، أو أنه بعد التبول لا يستجمر أو لا يستنجي ولا ينقي المخرج، فهذا تبقى عليه النجاسة، وهذا يعذب به في قبره كما في الحديث. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا البرنامج. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.